السلام عليكم، سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرا البنات، انتما كتشوفوا لابسه دندوره مشمره اليوم انا وخالتي كانت الشمعه. بلا رمضان قرب، الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه وبكل ما كتمناو. ولا البنات اللي ما غنديروش الباكيه، بغينا نوريكم الطريقه ديالتنا، بغينا نوريكم ولا موج ديال المقادير هنايا. بلا غنقربو هنا دقيق، هيا ركزي هنايا حالتي الزهر من الاخر ونديرو في الزهر. دابا ديري الطحين عندي في الزعفران. بسم الله بسم الله الله اكبر. كيلو هذا كيلو الطحين عندي. واحد خالتي ما كتهضرش بزاف، و الا ما سمعتهاش كتهضر عادي، هذاك الشيء اللي غتهضرو هي حديتو انا كنهضر بلاصتها. بسم الله. والله البنات هنايا درنا الدقيق، الدقيق كنفصل برا الفرص، واش كيبان لكم؟ فوالا الزنجلان محمر ومطحون. فوالا الزنجلان، كاس ديال الزنجلان، هاد الكيسان هادو ديال العنبة معامرش. فوالا كاس معامرش ديال العنبة ديال الزنجلان، حمرناه وطحناه. وهي دارت لنا كاس ديال الزنجلان، كاس اللوز، هذا كاس ديال اللوز مقلي مسلوق ومقشر ومقلي ومطحون. فوالا ما تحمروش بزاف، خلوه يسخن باسكو بقا يجي فيه المذاق ديال المروره. فوالا البنات راه قلاتو هكدا، سلقناه وقليناه وحمرناه وطحناه، ولاني ما خاصكمش تخليوه يتحمر بزاف، غير شويه يولي غير ذهبي باش ما تجيش ديك، حيت هو فاش كنقليوه داك كيتحمر، كتكون فيه ديك المذاق بحال المروريه، خاصو غير يذهب واحد شويه و صافي، وحيدوه من العافيه وديروه وطحنوه. حبه حلاوه، حبه حلاوه، اش كنقول لها؟ كاين كيقول لها النافع، كيقول لها حبه حلاوه، كاين كيقول لها النافع، كيقول لها حبه حلاوه، نقول لها لانيس هنايا، معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال النافع. كيف بديكم؟ معلقه القرفه، معلقه ديال القرفه، معلقه غير راس المعلقه ديال المسكاد الكوزه، الكوزه غير راس معلقه صغيره ديال الكوزه تحطوش فيها، ولا تيمحكو كالكوزه راه كنفكوها. والزعفران الحر دايره في كاس ديال سميتو، كاس ديال مزهر. هنايا البنات الزعفران الحر ها كيبان لكم الزعفران الحر. في الكاسرونه درنا كاس ديال مزهر ودرنا عليه الخميره، شويه الخميره، غير معلقه ديال الخميره، ميم با غير راس المعلقه، راس المعلقه الصغيره ديال الخميره، درنا مزهر وراس معلقه ديال الخميره، الكولوران هذا زعفران ملون، ملون الاصفر، ملون الغذائي، درنا منه تا هو غير شويه، غير راس معلقه، ودرنا الزعفران الاخر. هادشي كل درنا في الكاسرونه بحال خاصكم تسخنوه شويه في العافيه باش داغي باش تجيكم العجينه رطبه، ما تجيكمش قاصحه، حيت الا درتوها بالمزهر بارد غادي تجيكم قاصحه. شويه الملح، شويه الملحه، انا زيت العود، ولا حنا غنديروها بزيت العود، ما غنديروهاش بالزبده. كيف ما كتعرفوا البنات انا كنيفيتي، ما كنبغيش، كنفضل الحاجه اللي هي تكون صحيه للذات، فانا غندير زيت العود، ما غنديرش الزبده، وما غنديرش زيت زيت البلديه، ما غنديرش زيت الروميه، غندير غير زيت البلديه، غير زيت العود. كاس ديال زيت العود، لا ما كاملش كاس، ولا حنا عندي انا عندي الكيسان بحال هكا، وما كان ديال العنب عند هنايا كاين الزواقه، حنا قبل منها كيف ما كيبان لكم هنايا، قبل ما كيوصل هنا هاد الزواقه حنا كنحبسو هنايا، حيت هذا هو العبر ديال الكيسان ديال العنب اللي كاينين في المغرب، اللي البنات عارفين كيعبروا بهم الحلوى. راه ندير الطرب الاندلسي، راه صافي حنا دخلنا في الطقوس الدينيه ديال رمضان. ها؟ ايه نزيدو
بره هنايا غنديروا صفار بيضه وهنايا جوج معالق ديال الخل. ديال الخل راني حاطه المقادير حتى لي وجدتهم. انا وجدت قلت لها انت غتعجني. فوالا وهنايا كاس ديال الما دافي ماشي ما بارد ما دافي. فوالا بقيت نتوما الا خاصك سي بون نتوما الا غير كاس. فوالا البنات بغيت نقول لكم هنايا على حساب العجينه سا ديبون ديال اللي عندكم على حساب الفورس. كاين الفورس اللي كيشرب وكاين الفورس اللي ما كيشربش الماء. حنا هنا في الاول درنا كاس ديال الماء زهر ودرنا فيه شويه راس معلقه ديال الخميره وشويه ديال الزعفران ودرنا فوق العافيه باش يلاه يسخن. درنا كاس بحال هكا وزدنا كاس ديال الماء دافي جوج في الاول درنا كاس ديال الماء. بغات تروني بغات نقول شي حاجه مجياده باش الدريات تجيو مشبكيه مشيه تقولوا سعيد خرجت علينا سعيد كتفلى علينا تاعك وا البنات. في الاول درنا كاس ديال الماء ولكن شنو الفرص ما شربش الموز درنا كاس ثاني. اذا دابا حنا الشباكيه اللي درنا على حساب الفرص اللي عندي انا درنا جوج كيسان ديال الماء وكاس ديال الماء زهر. تخيلي اعيد جوج كيسان ديال الماء وكاس ديال الماء زهر. يا هذيك يا هذيك يا هذيك. واش من كاين في الماء ديال الزهر؟ نبغي الخميره بغات نبقى نعاود. كاينه الخميره كاينه خميره والزعفران خميره العجينه والزعفران الحر والملون الغذائي. الملون الغذائي كرون اللي مونتي راه متبع معايا خدامه وبنا معايا. هو تعطي الحاجه صحيحه للناس. ايوه دابا كتشري حاجه بعدا قالت لي خليني انا ندلك انت سيري جمعي المايعه. بولي البنات قولوا لي واش كانت كطرى لكم فاش كنتو صغار فاش كان كيقرب هكا رمضان وكانوا الدار كي كانت ماما وخالتي كيبغيو يديروا الشباكيه حيت كنا كنجمع في رمضان بغيو يديروا الشباكيه كان كيعجبنا الحال. علاش؟ حيت حنا عارفين راسا انا كان كيعجبني الجراره زعما ندير بالجراره هكا الشباكيه وكان كيعجبني العسل القليه اللي ما كانش عندي معايا كان العسل ندير فيها العسل وبطبيعه الحال الطواقه هذيك ضروريه. ولكن في الاخر هما فاش كيسالوا الشباب وكيسالوا القليه وكيسالوا العسل وكيديروها في السطوله وكيسدوا عليها وكيخبيوها في المريوات. ما تقولوش هي البنات فاش توش كديروا بحالنا هذه راه في عاده من عادات المغاربه. الحلوه الشباكيه كيديروا في السطوله كتسد عليها حتى كيقرب رمضان. المهم هذه غير واحد اونت بارونتيز فكاها البنات يقولي اش كتقولي يا سعاد. المهم البنات واش كان كيبقى لنا حنا في الاخر هما كيقولوا صافي حنا عيينا غنمشيو نرتاحوا اش كان كيبقى لي انا وقتي كان كيبقى لنا الماعن. شحال ديال الماعن يا البنات هالكيسان ها القصريه ها البرمه ها الكسكاس باش كيديروا فيه الشباكي كيديروا فيها العسل كتبقى لنا داك الروينه حنا خاص وهذاك العجينه كتكون باقا لاصقه في الطبله خاصنا نقيو الطبله. ما كنتش كنحمل انا الشباكيه على قبل الماعن. فوالا با اليوم فكرتني في ايام زمان قالت لي وانا خليني انا نقرص وانت سيري جمعي الماعن. يا تذكرين في ايام زمان داكشي اللي كاين حتى باش كتعلمي الطياب كتدخلي معاهم في الكوزينه حتى باش كتعلمي الطياب. ايوا دابا انا اللي دخلت في الكوزينه اليوم داكشي اللي كاين. مسكينه جات مع الصباح تغدات الكوالا باش ندير الشباكيه قلت لي اصلا قال لي هكا بوك هكا بوك رجلك اللي جابوك جابني نوني عزيزه عليا خالتي هي ماما الثانيه هنايا عندنا في فرنسا ولا اختك عليا امين. ملي رجع الشباكيه ها انتما البنات هكا ها انتما كتبان لكم النار طبا ما قاسحاش حيت كتعجنوها بالمدافع ما كتجيش قاسحه راه غديروها في السيكان لي ساك سورجولي. الا ما عندكمش البنات السيكان سورجولي ديروها غير في الفيلم اليمونتير بغيت بوطا ديال بلاستيك فوالا فيلم اليمونتير فوالا هكا فيلم اليمونتير ولا في البلاط كما قالت خالتي ولا في البوطه ديال البلاستيك. كاع ما كان في المونتير ما كان والو كانوا هذا البوطه كان بلاستيك. فوالا البوطه البلاستيك ديريها فيها وتسخن شتيها دابا. البنات هي هنايا خدات كويره وحده حنا ما خليناهمش ترتاحوا وديك الساعه كي درناهم في الميكا كنت كدلك فيها. ها انتما البنات
حنا بدينا كندرجو فاش بغينا ندلكوها نديروها بالدلاك، جاتنا سهله ما جاتناش صعيبه كاع في التلاف. حتى البنات راكم تتعرفوا راكم تقطعوها على شكل مربع وديروا، حنا كنديروا الطريقه القديمه العاديه. والله انتما انا غتبان لكم شكل ديال التشباك. ولا يا خاتي غتشوفوا وحده وغنوريكم الطريقه. كديروا خمسه ديال خمسه تدريجات، خمسه الفتحات، وكتهزوا وحده تهبطوا وحده تهزوا وحده تهبطوا وحده، وابخي هذيك اللي كتكون في هذا الصبع وفي هذا الصبع كتدخلوهم داخل وكتوركوا عليهم. ديري هكا وهذه هكا، اجي قرب هنايا باش يشوفوك البنات. هذه كتقلبها هنا كديري هكا كدير لها هكا. خالتي انا ما غتهزش راسها فيكم راه حشوميه. راه انت بدي نعاودها غير التلميذه اللي تندح شويه قدام الاستاذه. هتهزو وحده قربي لنا حدا البنات باش يشوفو نزيد داك شوي دير هكا ورا كدخليها مكتبانش هكا ورا كتجي كلها مشبكه انتما شفتو البنات نعم عملنا الطبسيل الاول راه هو كيبان لكم هنايا التشباك انا شعلت على المقله غادي نبدا نقلي خالتي غتكمل التشباك وانا غنضل نقلي البنات بغيت نوريكم العسل اللي غندير في الشباكيه ما خديتش الجلوكوز باسكو راه ما مزيانش كناخذوه رخيص ولكن راه ما راه كله غير سكر ما زوينش المهم انا خديت العسل ميال دو فلور خديته 5 اورو الكيلو وانا غيبان لكم 1 كيلو نوريكم انا وراه هنا مكتوبه 1 كيلو ميال دو فلور خديته من كارفور 5 اورو فوالا حنا غنقطعها بسرعه فوالا وهادي فين غتمشي عرفتي فين غتمشي ولا لا هانتوما سمعوا فين مشات فين مشات فين مشات جات الكرشي ما نعتريه ندير الحلوه ندوقها هاسو بلي جي فوق فوالا ما ضحكش عليا شتي فوالا المهم عندي ما نقول مذاق هو هذاك مذاق رائع بعيده اه ولكن المعنى كاين المعنى والحمد لله الحمد لله والله راه معكم طباخه ماهره نحشمنا خالاتي طباخه ماهره لا فيما جي مخرج من الكوزينه اختي انت رجلك اللي جابوك ما راضي ما كوك اللي جابوك جات مسكينه يلا جات سلام كدير لاباس تغدينا قلت لها عرفتي شنو شي يجيك مليح ما نديرو شباكيه بحق قلتها لها قالت لي هي الاولى انت اللي قلتي هي الاولى ديك الساعه قولي لي لا فوالا انها تشنشن تشنشنو دابا انا راه مقابله شاده الكاميرا دابا المشكله كنشوف دابا غنبقى نشوف فيها تبغيها تنتفخ انت باكيت بالي كان بدات كتنفخ لا لا بنينه والله بنينه ماشي نشكرها زعما حيت حنا اللي درناها نسي لا فيريتي شكون كتخرج عيت تبارك الله شوف انت ما كنتش كتصاوع عامر عاد مازال انت بغيتيها كبيره درتها كبيره انا ما بغيتش انا صغيره انا كون درتها صغيره وتشوفي كيفاش ندير انا صغيره نحطها يبقاو يهزوا لي 3 4 5 6 وحده الله يجعل بركه نحط يلا نحط 4 في الطبسيل كل واحد يهز وحده ماشي صغيره انا زوبين حيد عليا نو بغينا نتقرمو لا راه ما بقى هذاك الشيء الصغير ما بقاش لا مود انت ما كتفهميش دي مودا لا 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 كل واحد كيدير على حسب كرشه بالا دي مودا لا كان شي لا لا مودي لا كان شي عرس ولا شي مناسبه اه داكور وحيد عليا اختي انا بغيت ناكل وحده وصلع النبي بقى انا نهز تاكلي وكلا غير كليتي سته وراه هي بصراحه راه هي ما تقولوش ليا البنات باش كتصاوبوا الشباكيه وكتقليوها كديروا فيها العسل ما كتاكلوهاش
ما نقدرش نطيب شي حلوه بلا ما ناكلها. اكل معنا. فوالا البنات، الشكل النهائي ديال الشبكيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ان لايك والاشتراك في القناه، وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم الجديد. رمضان مبارك سعيد، والى الفيديو القادم ان شاء الله.